بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أيها الإخوة في الله، لازلنا في بيان مدخل العقيدة وأهمية دراستها ومعرفتها، وأنها هي الأصل الأصيل والركن المتين الذي على أساس صلاحه تصلح الأعمال، لأن صلاح العقيدة هي الأساس، فإذا صلحت العقيدة صلح العمل، وإذا فسدت العقيدة فسد العمل، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقوله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للأمة، وفيه بيان أهمية العقيدة، أهمية التوحيد، أهمية معرفة شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها هي الأصل الأصيل الذي يجب على كل مسلم أن يفقه معناها وأن يعمل بمقتضاها. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة أول ما نزل عليه الوحي يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يقول للناس في مجامعهم، في أسواقهم، في أماكن مناسباتهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويقول: ألا من رجل يحملني إلى قومه لأبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. وبقي عليه الصلاة والسلام 13 عاماً يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى العقيدة، يدعو إلى بيان أهميتها ومنزلتها في الدين. والصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة هم الذين حملوا هذه الدعوة وانطلقوا بها في الأرض، هاجروا بها إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة المنورة، إلى يثرب كما كانت تسمى قبل الإسلام، وسميت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيها الأنصار الذين استقبلوا المهاجرين وآمنوا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم
الذين وفدوا إليهم من مكة المكرمة هم الذين يعلمونهم التوحيد ويعلمونهم العقيدة الصحيحة، ولم تنزل فروع الدين إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أصوله فقد نزلت في مكة المكرمة، ولذلك هذا ما يبين أهمية دراسة العقيدة وفهمها، لأن قبول الأعمال أساسه وقبوله على صحة هذه العقيدة وسلامتها. لأن العبد لو صلى وصام وحج وجاهد وهو يعمل أعمالاً تنافي هذه العقيدة أو تنقض هذا الركن الأساسي لما قُبلت تلك الأعمال ولردت عليه، لأنه قد وقع فيما يناقض التوحيد وهو الشرك، كأن يدعو غير الله أو يذهب إلى القبور يتمسح بها ويدعوها من دون الله عز وجل، أو لتقربه إلى الله زلفى، أو يدعون الأولياء أو غيرهم، فهذا مما يفسد العقيدة ويفسد الدين ويحبط العمل. ولذلك لا بد لنا أن نتفقه في ديننا وأن نعرف عقيدتنا على أصولها، والحمد لله أن أمور العقيدة مبينة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقل أن تمر على سورة من سور القرآن أو على صفحة من صفحات القرآن الكريم إلا وفيه حديث عن العقيدة وأهميتها، وعن أهمية الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر وكل ما يتعلق بأصل هذا الدين وأساسه. ولذلك كانت دراسة هذه العقيدة مما يجب على كل مسلم أن يفقهها وأن يعرفها حتى يلقى الله على دين صحيح وعلى بصيرة وعلى علم وعلى حجة، يكون قائماً بهذا الدين على الأساس المتين، على أساس العقيدة الصحيحة، فلا يدعو غير الله ولا يذبح لغير الله ولا يذهب إلى الأولياء والقبور وغيرها ويعتقد فيها النفع والضر. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من هذا الفعل، يقول: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. لأن اليهود والنصارى وغيرهم من الملل السابقة صاروا يعبدون أنبياءهم ويتخذون قبورهم مساجد، يدعونهم من دون الله ويرجونهم ويستغيثون بهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من خطر الشرك، حتى يحذرهم من اتخاذ قبره وثناً يعبد. ولذلك لو المسلم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاه مع الله لكان شركاً، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحذر من الشرك وينهى عنه. والمشركون كانوا يحتجون ويقولون في معبوداتهم وأصنامهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فجاء الإسلام ببيان أنه لا يجوز أن تجعل بينك وبين الله واسطة، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا شجر ولا حجر ولا صنم ولا غيرها، تعبد الله وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدون الله عز وجل. كل رسول كان يبعث إلى قومه يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره،
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أول أمر يأمر الله تعالى به هو عبادته، إخلاص العبادة لله عز وجل، وأن هذه هي دعوة الأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. جميع الأنبياء كلهم كانوا يدعون إلى عبادة الله وحده، ولو تأملنا في آيات القرآن لوجدنا كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو أساس الدين وأساس الملة، والدين عند الله عز وجل هو الإسلام الذي هو التوحيد هو العبادة. وإن اختلفت الشرائع، كل نبي له شريعة تخصه، لكن العقيدة واحدة والدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، كل نبي له شريعة تخصه. وأكمل هذه الشرائع وأتمها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أكمل الله به الدين، وكانت شريعته هي الشريعة الكاملة الشريعة الخاتمة، لأنه ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي ولا رسول يبين للناس، لأنه هو خاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي، فهو به ختمت الرسالات. وأول شرك وقع في بني آدم كان في قوم نوح، كان بين آدم عليه السلام وبين نوح 10 قرون، 1000 عام كلهم على التوحيد، 1000 عام كلهم على التوحيد، 10 قرون. ثم ظهر الشرك في قوم نوح عليه السلام. ما هو سبب هذه الشرك؟ أنهم لما مات علماؤهم ومات صالحوهم قالوا نعمل تماثيل على أشكالهم وعلى صورهم لنتذكر عباداتهم وما كانوا يعبدون الله تعالى فيه. ثم ذهب ذلك الجيل وجاء الجيل الذي بعده، فجاءهم الشيطان وقال هؤلاء قومكم كانوا يعبدون هؤلاء يتقربون بهم إلى الله فعبدوهم من دون الله. إن يغوث ويعوق ونسرى كانوا قوما صالحين في قومهم. فلما ذهبت تلك القرون ظهر هذا الشرك وظهر الجهل في قوم نوح عليه السلام، فدعاهم إلى التوحيد. أول رسول إلى الأرض هو نوح عليه السلام، ومكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عام وهو يدعوهم إلى التوحيد، وما آمن معه إلا قليل، وقال لربه إني مغلوب فانتصر. دعا على قومه لأنه لم يؤمن منهم إلا قليل، إني دعوتهم قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخر الآيات. فما آمن معه إلا قليل، فما كان منه عليه السلام إلا أن دعا على قومه، فأرسل الله عليهم الطوفان فأغرق الأرض كلها حتى بلغ الماء إلى رؤوس الجبال. ولما دعا ابنه ابن نوح، دعا نوح ابنه إلى أن يركب معه في السفينة ليكون مع المؤمنين،
فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نوح عليه السلام وهو نبي لم ينفع ابنه لأنه مات على الشرك. قال الله عز وجل لما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، لأنه مات والعياذ بالله مات على الشرك. ما نفع نوح ابنه ولا نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه ولا أمه، لأن من مات على الشرك فإنه مات والعياذ بالله على عقيدة الكفر. ولما مات أبو طالب وهو الذي كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويمنع قريشا عن أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات وهو على الشرك، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، يعني انطق بكلمة التوحيد. وكان عند رأسه أبو جهل وأبو أمية من صناديد الكفر يقولان لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني ترغب عن دين آبائك وأجدادك اللي هي الشرك عبودية الأصنام. فسبق عليه الشقاء، فآخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، مات على الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأنه أحاط النبي صلى الله عليه وسلم ومنع قريشا أن يصلوا إليه ونافح عن دعوته، ولكن ذلك لم ينفعه لأنه لم يشهد شهادة التوحيد. ونزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما نفعه منعه ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء العباس أخو أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل نفعت عمك بشيء؟ هل تنفعه يوم القيامة بشيء وهو الذي دافع عنك وأحاطك ومنع قريشا أن يصلوا إليك بالأذى؟ قال وجدته في وسط النار فشفعت له إلى ضحضاح من النار، له نعلان من نار يغلي منهما دماغه لكنه لا يخرج من النار وما هم بخارجين من. هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو أبيه ودافع عنه، ولكنه لما مات على الشرك ما نفعه دفاعه ولا نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ونعرف قصة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لما لحق واحدا من المشركين كان قد أثخن في المؤمنين بالقتل من المشركين، رجل من المشركين، فلحقه أسامة بن زيد وواحد من الصحابة، فلما علوه بالسيف قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة، نزل عليه بالسيف وقتله. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فقال له يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال والله يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا خوفا من السيف. قال هل شققت عن قلبه؟ هل اطلعت على نيته وحقيقة قوله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟
قالها لما علاه بالسيف، وهذا اجتهاد من أسامة رضي الله عنه، الحب بن الحب، أسامة بن زيد بن حارثة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. ما نفعه ذلك حجة له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: والله يا رسول الله ما قالها إلا متعوذا خوفا من السيف. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى قال أسامة: وددت أني لم أسلم إلا يومئذ، ودت أني إن ما أسلمت قبل ذلك اليوم لما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشدد عليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. قول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تعصم المال وتعصم النفس وتمنع من أن يعتدى على ويدخل في دائرة الإسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. هذا يبين أهمية التوحيد، أهمية العقيدة، منزلتها في الدين، وأنها هي الأساس المتين، وهي التي يجب على كل مسلم أن يعتني بها وأن يتفقه فيها وأن يعرف شروط لا إله إلا الله وأن يعرف نواقض الدين. وقد ألف العلماء في ذلك مؤلفات كثيرة، منها كتاب مسائل الجاهلية التي ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومنها نواقض الإسلام أيضا، ومنها كثير من الكتب التي تكلم فيها العلماء عن نواقض التوحيد، نواقض الدين ينبغي لنا أن نتفقه فيها حتى لا نقع في الشرك، حتى لا نقع فيما يفسد علينا الأعمال، لأن الشرك يفسد ويحبط العمل ويفسده، ولا يقبل الله من العبد صرفا ولا عدلا ولا صلاة ولا صياما ولا حجا ولا زكاة ولا صدقة ولا أي عمل صالح إذا فسدت عقيدته ووقع في الشرك، فإنه يبطل العمل. والله عز وجل كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك جاء أهمية دراسة العقيدة وفهمها وتعليم الناس إياها، المسلم يتفقه فيها ويعلم إخوانه وأهل مسجده وأهل بيته وأبنائه وبناته، يعلمهم العقيدة الصحيحة، يلقن أطفاله لا إله إلا الله منذ أن يصبح الطفل وهو يستطيع أن يتكلم، يلقنه الشهادة لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي له بالمولود أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى، أول كلمة تدخل: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أول ما يدخل أذن المولود هذه الكلمات، كلمات التوحيد، التكبير والتهليل والتحميد والدعوة إلى الصلاة. هذا هو الذي ينبغي لكل مسلم أن يفعله اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعلم أبناءنا وأطفالنا، وكلكم راع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. وأعظم مسؤولية هو أن تعلمهم الدين، أن تفقههم في الدين، أن تعلمهم التوحيد، أن تفقههم في الوضوء، في الصلاة، في كيفية الطهارة، في كيفية العبادة، العبادة الصحيحة، أن يعلمهم أمور دينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا ديدنه في بيته ومع أصحابه وفي دعوته، يعلم الناس الخير،
يقول الصحابة رضي الله عنهم: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتقى المنبر حين صلى الفجر، فخطبنا حتى حضرت صلاة الظهر، إلى صلاة الظهر وهو يخطب فيهم عليه الصلاة والسلام. ولما حضرت صلاة الظهر وأذن للصلاة نزل وصلى، ثم رقى المنبر فخطب الصحابة حتى حضرت صلاة العصر، ثم نزل وصلى بالناس، ثم صعد المنبر ثم خطبهم حتى غربت الشمس، من صلاة الفجر إلى غروب الشمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في صحابته رضي الله عنه. قالوا: فأخبرنا بما كان وما يكون إلى قيام الساعة، فأفقهنا أعلمنا. قال: وما طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. تركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والكتاب محفوظ، القرآن ولله الحمد محفوظ. كتب الأولين التي نزلت على إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى عليهم السلام، التوراة والإنجيل، حصل فيها التحريف والتغيير لأن الله عز وجل لم يتكفل بحفظها، وإنما أوكل حفظها إلى الأحبار والرهبان وإلى علماء اليهود وعلماء النصارى، فحرفوا فيها وغيروا. لكن القرآن الكريم تكفل الله تعالى بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالعقيدة محفوظة في القرآن ومحفوظة في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية ومثله ومثله. فالسنة شارحة للقرآن ومبينة للقرآن، وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول للصحابة: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول: خذوا عني مناسككم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة في عقيدته، وأسوة في عبادته، وأسوة في أخلاقه عليه الصلاة والسلام. هو المثل الأعلى الذي يجب أن نقتدي به. والله عز وجل لما ذكر الأنبياء وذكر الرسل قال: فبهداه مقتده، يعني نهتدي ونقتدي بالأنبياء والمرسلين المعصومين من الزلل ومن الخطأ. هكذا يجب على كل مسلم أن يكون قدوته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء الربانيون الذين اقتفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا بما جاء في القرآن وما جاء في السنة المطهرة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كما يحصل الآن في الفتن التي تحصل بين المسلمين، يقتل بعضهم بعضا. أين الإسلام؟ أين الإيمان؟ أين شهادة أن لا إله إلا الله؟ من قالها فقد عصم ماله ودمه وعرضه وحسابه على الله. ولما وقعت بعض الفتن في عصور الصحابة رضي الله عنهم، اعتزل بعض الصحابة الفتنة وقال بعضهم لبعض: ائتوني بسيف له عينان ولسان يخبرني بمن أمامي، هل هو مسلم أو ليس بمسلم. هكذا يجب على المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا هو القدوة، القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يحذرنا من الزيغ ومن الضلال ومن الوقوع في الفتن ومن الوقوع في الدماء.
ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما. يأتي المقتول يوم القيامة، يأتي ويده ورأسه في يده يحمله وهو يثعب دما، يقول: يا رب سل هذا لما قتلني، سل هذا لما قتلني، ما حجته؟ يجب أن نعرف حرمة المسلم وعظم الدماء عند الله عز وجل. وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، أول ما يحاسب الناس عليه يوم القيامة في الدماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من قتل المسلم، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يقيم عليه الحد إذا ارتكب ما يستحق القصاص إلا الحاكم الشرعي. ليس لمسلم أن يقتص لنفسه، الحاكم الشرعي هو الذي ينفذ القصاص وينفذ الحد، لقوله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالإسلام وضح لنا الطريق الصحيح في القصاص وفي أخذ الحقوق، وأن هذا ترجع إلى الحاكم، إلى القاضي، وليس لأحد أن يقتص لنفسه من أحد، وإنما يرفع مظلمته إلى الحاكم الشرعي وإلى القضاء، وحينئذ يكون يأخذ حقه. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. وتأتي أهمية دراسة العقيدة أن شرف العقيدة، شرف هذا العلم بشرف المعلوم. فالعقيدة تبحث فيما يتعلق بالله عز وجل، وما يتعلق بأسمائه، وما يتعلق بصفاته، وما يتعلق بالإيمان به، وما يتعلق بأفعاله تبارك وتعالى. شرف هذا العلم، علم العقيدة، لشرف المعلوم، لأنه تتعلق بما يتناول الأحكام المتعلقة بالله تبارك وتعالى، معرفة ما يجب له وما يتعلق بأسمائه وصفاته، وما يجب له من إفراده بالعبادة، ومن إقرار بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. ويأتي أهمية دراسة العقيدة لأنها هي أساس قبول الأعمال، فمهما كثر العمل ومهما عظم لا يقبل إلا إذا كان من صحيح العقيدة. أيضا أن العقيدة والتوحيد هي الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، فالله إنما خلقنا لعبادته. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قد تكفل الله بالرزق، وقد تكفل الله تعالى بالأجل، وقد تكفل الله بكل شيء، وأمرك بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالغاية من الخلق هو العبادة. خلقهم عز وجل لعبادته، وهو غني عنهم. الله عز وجل غني عن عبادتنا، وغني عن صلاتنا، وغني عن صيامنا. والعبد إنما ينفع نفسه، فصلاتك أيها المسلم لك، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، والله هو الغني الحميد. الله عز وجل ليس في حاجة إلى عبادتنا ولا إلى طاعتنا، لكن العبد إنما هو ينفع نفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، يعني فعلى نفسه. ولذلك الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيضا الله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما ذكرنا لكم. أيضا أن التوحيد هو أهم الأوامر الإلهية، فالله عز وجل في آيات القرآن عندما يأمرنا بأمر
فيبدأ بالأمر بالتوحيد، وعندما يبدأ بنهي ينهى عن الشرك. والمثال على ذلك من كلام الله عز وجل. الله عز وجل يقول في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. يعني بدأ بالعبادة، أول شيء يأمر الله عز وجل به هو التوحيد: واعبدوا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإذا جئنا أيضا إلى النواهي، فالله أول ما يبدأ بالنهي عن الشرك، كما يقول الله عز وجل أيضا في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أول ما نهى الله تعالى عن الشرك: ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يعني الآيات القرآنية تنطق في الأوامر بالأمر بالتوحيد، وفي النواهي تبدأ أيضا بالنهي عن الشرك، لأن أعظم الذنوب هو الشرك بالله، وأعظم واجب وأعظم فرض وأعظم حق على العباد هو عبادة الله تعالى. كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل وهو من علماء الصحابة الكبار، سأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤال تعليم، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومن حسن تعليمه لأصحابه. قال: يا معاذ، أما تدري ما حق الله على العباد؟ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ كان جواب مؤدب، قال: قلت الله ورسوله أعلم. جواب الصحابة رضي الله عنهم عندما لا يعرفون الشيء يكلون علمه إلى الله، قال: الله ورسوله أعلم، لأن يعني الرسول ينزل عليه الوحي. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا أعظم حق على العباد، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال: وحق العباد على الله، قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ ففرح بهذا الأمر، قال: ألا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: حق العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: ألا أبشر الناس يا رسول الله بهذه البشارة العظيمة؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لأن لعظمة التوحيد ومنزلته. فكيف أخبر بها معاذ؟ أخبر بها عند وفاته، عندما حضرته الوفاة، تأثما من كتم العلم، لأن المسلم مأمور والعالم مأمور بأن يبلغ دين الله عز وجل، وألا يكتم دينه، وألا يكتم ما عنده من العلم. فأخبر بها معاذ بن جبل عند، وهذه بشارة للأمة، فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند ما حضرته الوفاة. أيضا من أهمية تعلم العقيدة أن التوحيد إذا كان خالصاً لوجه الله عز وجل وكان نقياً من الشرك فإنه يكفر كل الذنوب. ونعرف حديث البطاقة، الرجل الذي جاء ب99 سجلاً كلها معاصي وذنوب، ووضعت في كفة الميزان يوم القيامة، وجاء ببطاقة مرة قال لا إله إلا الله، يشهد شهادة التوحيد،
أتي ب99 سجل ووضعت في كفة الميزان، وجيء بالبطاقة التي فيها لا إله إلا الله ووضعت في الكفة الأخرى، فرجحت لا إله إلا الله بتلك السجلات، وأدخل بسبب لا إله إلا الله أدخل الجنة. تعرفون هذا في حديث موسى عليه السلام عندما سأل ربه، قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به وأسألك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني موسى الكليم الذي اختصه الله تعالى بالكلام يريد شيء يختصه الله تعالى به، قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به وأتقرب إليك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. السماوات العظيمة، ما هي السجلات؟ السماوات العظيمة في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فهذا دليل على مكانة شهادة التوحيد، وأن العبد لا بد أن يقول هذه الكلمة خالصا من قلبه موقنا بها عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، اليقين المنافي للشك المنافي للتردد، أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، لا يبتغي بها رياء ولا سمعة، وإنما يريد بها وجه الله عز وجل. كما في الحديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وكنت ذكرت لكم في الدرس السابق أن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد وحق الله على العبيد عقد بابا سماه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، عقد فيه بابا وذكر فيه عظمة ومنزلة التوحيد، وأن العبد كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول، الحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، ولا يأخذ إعجاز القرآن، يعني يختلف عن القرآن، القرآن كلامه ولفظه ونظمه من عند الله عز وجل، الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يسمى حديثا قدسيا، وفيه كتب مؤلفة مثل الأحاديث القدسية للإمام المقدسي، له كتاب جليل عظيم جمع فيه الأحاديث القدسية، الإمام المقدسي جمع كتابا للأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. من هذه الأحاديث العظيمة قوله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بل إن التوحيد الخالص النقي يكون سبباً لدخول العبد إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب، مثل 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما في الحديث العظيم الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت سواداً عظيماً فقيل لي انظر إليهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هذا موسى وقومه، ثم نظرت إلى الجهة الأخرى فقيل هذه أمتك سواد عظيم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قلت من هم يا جبريل؟
قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة. صفتهم قال أنهم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفة هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأنهم عندهم التوحيد الخالص لا يتطيرون. بعض الناس والعياذ بالله عنده التطير، إذا رأى شيئا قبيحا تطير، وكانت العرب إذا رأت البومة تطيرت، إذا مر بإنسان مثلا شكله قبيح أو منظره شيء فإنه يتطير، إذا مر بأمر سيء إذا جاءت الريح تطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك. ولما سمع رجل طائر فقال خير خير عند الطائر، يعني ايش عندك يا الطائر؟ خير خير. قال أي خير عند هذا الطائر؟ اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. الخير والشر هو بيد الله عز وجل، ليس عند طير ولا غيره. وكانت العرب تتشاءم من بعض الأيام وتتشاءم ببعض الشهور، كانوا يتشاءمون مثلا من شهر صفر، لأن بعد شهر المحرم، المحرم من الأشهر الحرم ممنوع فيها القتال، فإذا دخل صفر تشاءموا، لأن يكون بين القبائل القتال وبينهم السرق والنهب، فيتطيرون بصفر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هامة ولا طيرة ولا صفر، لأن ليس للأيام ولا للشهور دخل في الخير ولا في الشر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، مثل الذين يسبون الأيام ويسبون الشهور ويسبون السنين، يقول قبح الله هذه السنة أو هذا الشهر أو هذا اليوم. لا يجوز. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، لأن الله خالق الدهر، خالق الزمان، خالق السنين، خالق الشهور، خالق الأيام. لا يجوز لك أن تسب الدهر، فلا بد للعبد أن لا يتطير لا بشهر ولا بطير ولا بزمن، وإنما الجميع كلها في قبضة الله عز وجل وفي تصرفه وفي علمه. ولذلك كان من فضل التوحيد أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب صفتهم كما جاء في الحديث أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني لا يطلبون من أحد أن يكويهم، ولا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يطلبون ولا يتطيرون. فهكذا نرى أهمية علم العقيدة، وأنه يجب على كل مسلم أن يتفقه في الدين، وأن يفهم أن التوحيد هي التوحيد وعبادة الله عز وجل هي الغاية العظيمة التي من أجلها خلقنا، من أجل عبادة الله تبارك وتعالى. ما هي أدلة العقيدة؟ من أين نأخذ عقيدتنا؟ من القرآن الكريم، ومن السنة المطهرة، ومن كلام السلف الصالح وما أجمعوا عليه. ولذلك سيكون إن شاء الله دراستنا للعقيدة الواسطية التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألف هذه العقيدة قال ما ذكرت فيها شيئا إلا وأنا معتمد ومستمد فيه من آية قرآنية أو حديث نبوي أو قول لأحد من السلف الصالح الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 قرون، قرنه وقرنان بعده هي خير القرون على الإطلاق. يقول عليه الصلاة والسلام بعثت في خير قرون بني آدم،
يعني قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قرن الصحابة، هو أفضل قرون بني آدم على الإطلاق لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد الخلق وسيد الأولين والآخرين، وهو أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين، وهو الشافع المشفع، وهو أول من يدخل الجنة، وهو أول من يشفع للناس، وهو الذي يشفع عند الله عز وجل يوم القيامة. ففضائله صلى الله عليه وسلم عظيمة، فكان قرنه هو أفضل القرون بني آدم على الإطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اختارني واختار لي أصحابا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي ولا تتخذوهم غرضا بعدي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويل لمن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلهم غرضا له، يسبون الشيخين أبي بكر وعمر، ويسبون عثمان، ويسبون سادات الصحابة، ويسبون أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. انظروا إلى ضلال هؤلاء. إذا قدحنا في الصحابة ورميناهم بالزور والكذب، فمعناه من أين أتانا هذا الدين؟ من أي طريق أخذنا ديننا؟ من أين وصلنا القرآن الكريم؟ من أين وصلتنا السنة المطهرة؟ هي من طريق الصحابة رضي الله عنهم، من طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات: أصحابي كالنجوم، بأيهم اهتديتم اقتديتم. الصحابة رضي الله عنهم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لنبيه إلا خير القرون وخير الأصحاب. انظروا إلى فرق الضلال، بعض فرق الضلال من الروافض وغيرهم، يسبون أبا بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخا الإسلام والخلفاء الراشدين وثاني اثنين إذ هما في الغار. أبو بكر رضي الله عنه هو الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار ثور، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ويقول فيه عليه الصلاة والسلام: لو وزن إيمان أبي بكر بأمة لوزن إيمان أبي بكر. وفضائله لا تعد ولا تحصى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض استخلف أبا بكر ليصلي بالناس، وجاءت عائشة أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر، وقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير البكاء، فاختر أحدا غيره يصلي بالناس. قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، إن كنا صواحب يوسف. فنهى عائشة عن أن تقول هذا الكلام. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر لأبي بكر: أبسط يدك يا أبا بكر بالخلافة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارك لديننا، لصلاتنا، لإمامتنا في الصلاة، أفلا نختارك لدنيانا؟ وسنأتي إن شاء الله على فضائل الصحابة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو كان بعدي نبي لكان عمر. ويقول: هي ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، عمر الفاروق. انظروا لضلال هؤلاء الذين اتخذوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غرضا، يسبونهم ويلعنونهم ويتقربون إلى أوليائهم بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسبون أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، الذي أخذ منها الصحابة رضي الله عنهم
أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وماذا كان يفعل، نقلت للصحابة الدين، وكانت من أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلاً للحديث. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 18 عاماً، تزوجها وعمرها 9 سنين، وبقي معها رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، أخذت عنه هذا الدين. كانت شابة ذكية لامعة، فحفظت هذا الدين وأخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلته للأمة. فكثير من الأحاديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي الصديقة ابنة الصديق. لذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله لما ألف هذه العقيدة، العقيدة الواسطية، اعتمد فيها على الآيات القرآنية وعلى الأحاديث النبوية وعلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم وما أجمع عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. ولما ألف هذه العقيدة قال: أنا أمهل خصومي 3 سنين، من جاء بشيء يعارض هذه العقيدة من القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة والتابعين فأنا أرجع عن هذه العقيدة. أمهل خصومه 3 سنوات، ما أحد استطاع أن يعارضه في هذه العقيدة، العقيدة الواسطية. وسنأتي سبب تسميتها بالواسطية، وأن بيان لأن عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، وسط بين الملل، وسط بين الطوائف، عدل، وأنها هي المأخوذة من القرآن الكريم والسنة النبوية وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهي التي تدل عليها الفطرة السليمة ويدل عليها العقل الصحيح، ولا يناقض الدين، لا يناقضه لا العقل الصحيح ولا الفطرة السليمة. العقل الصحيح يوافق هذه العقيدة. لا يمكن أن يأتي أحد بما يناقض هذا الدين مما جاء في العقول السليمة أو الفطر المستقيمة. ولذلك شيخ الإسلام أيضاً ألف كتاباً سماه درء تعارض العقل والنقل. النقل الصحيح يوافق العقل الصحيح، وإذا الإنسان رأى أن في عقله شيئاً يخالف النقل فليتهم عقله ولا يتهم النقل، لأن الله عز وجل قال: فلا وربك لا يحكموك حتى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمن العبد حق الإيمان حتى يسلم للوحي، الوحي ما جاء في القرآن وما جاء في السنة المطهرة. إلى هنا نقف، إذا كان إن شاء الله، ونستكمل إن شاء الله ما جاء في هذه العقيدة السليمة إن شاء الله في الأسابيع القادمة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يميتنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من العمل. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.